الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المخلوقين وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الإخوة الكرام الحاضرين، إن الناس ينظرون إلى جماعة الإحسان بمناظرهم ويزينونها بمعاييرهم ويحكمون عليها أحكاما مختلفة. فالجزء البادي الظاهر من الجماعة هو الجزء العدلي، جماعة معارضة تطلب العدل من حكم وراثي وتجهر بذلك ولا تخفيه. ثم ينسى أن المعياريون المنظرون والمعلقون ورغم أيضا الصحفيون أيضا ينسون أنها هي جماعة العدل والإحسان، فهما مطلبان متحدان لا يفترقان. مطلب العدل للأمة جماعة، ومطلب الإحسان للإنسان. بعض الناس يفهمون الإحسان فهما مختزلا، يقولون هذه جماعة تحسن إلى الفقراء، توزع الصدقات، لها جمعيات إحسانية. هذا واقع، هذا حادث، لكن هذا جزء بسيط من الإحسان. الإحسان كما جاء في حديث النبوي أن تعبد الله أنك تراه. ويحار طائفة من الناس الحكم ويتوقفون ويتساءلون، هذه جماعة من جذور صوفية، ذاكرون مكثرون من التسبيح من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوصون في كتاباتهم وجالسهم بقيام الليل وصيام الفرض والنفل، فيصنفون ذلك تصنيفا سهلا. هي جماعة صوفية. الجمع بين المطلبين العدل والإحسان هذا شيء كان مجتمعا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن نتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كاملة غير منقوصة في سعي الفرد المسلم الفرد الإنساني إلى معرفة الله عز وجل والتقرب إليه بالفرض والنفل، وفي السعي إلى إقامة العدل في الأرض. لا حاجة بنا إلى أن إلى تذكير بما تخطط له بعض القوى العالمية من تدمير المسلمين بدعوى أنهم إرهابيون. جماعات من المسلمين يتنكبون عن الطريق الواضح السهل هو الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، فتستفزهم الهجومات ويستفزهم الظلم الواقع على المسلمين وعلى العالمين وعلى الجزء الأكبر من العالمين من الناس على الكرة الأرضية، فينهجون نهج العنف فرادى أو جماعات، فيسحب الملاحظون من الأعداء والأصدقاء والمترددين يسحبون هذا الحكم على الحركات الإسلامية، والحركات الإسلامية يصب عليها من بأس أعداء الإسلام أو الجاهلين بالإسلام شيء كثير، الأذى الكثير. فماذا ينتظر من شباب مليء بالحماس
والإخلاص لله عز وجل إنما يقرأ تاريخ الأذى الواقع على الذي وقع على الإخوان المسلمين في مصر وغير مصر في سجون عبد الناصر، ما وقع ويقع للمسلمين في تونس من أذى كبير شديد، آلاف من المشردين، سجون مليئة، ما يقع في فلسطين، يا فلسطين، من استغلاظ هذه النبتة الخبيثة الصهيونية، وما تذيق إخوانكم وأخواتكم في فلسطين من تقتيل الشباب والشيوخ العجائز وتهجيم البيوت، كل هذا يستفز الشباب كي يدافعوا عن حقهم في فلسطين، يدفعوا بأس العدو وظلم الأعداء، لكن بعضهم لا يريد أن يتعمق في فهم الظاهرة الإسلامية، الصحوة الإسلامية، ليتعلموا وليعلموا أنها أغصان من شجرة مباركة لها أصول، هذه الأصول هو رسول صلى الله عليه وسلم ومن قبله من أنبياء ورسل الذين جاءونا بالبينات والكتب. أصل هذه الصحوة هذه حركة القرآن الكريم الذي جاء رحمة للعالمين، جاء دعوة للإنسان يبشره بأن مع الحياة موت وبعد الموت نشور وحياة أبدية. أصول هذه الصحوة هذه الحركات الإسلامية سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم البشير النذير، في القرآن دعوة إلى الرفق، في الحديث دعوة إلى الرفق، نحن محتاجون إلى الرفق، ونحب أن لا يغلط بعضهم فيقول هذه سكونية الصوفية، سكونية الصوفية، السلام للجميع ولا نعادي أحدا، كلا. فمن فوق حركات الصوفية سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاملة الكاملة التي نتبعها، نرجو ونأمل في جناح الاسم الجماعة جناح العدلي، النبي صلى الله عليه وسلم بشرنا بأنها بعد النبوة والخلافة الراشدة، بعد الخلافة الراشدة يكون ملك عاد ثم ملك جبري ثم خلافة على من هذه النبوة. فنحن عندما نرفع الشعار المطالبة بالحكم بما أنزل الله ونعلن للناس لا نخفي ذلك ولا نتستر به ولا نخشى أحد إلا الله، نحن نطلب للأمة جمع الشمل على الخلافة الثانية الموعود بها الحديث صحيح الذي رواه الإمام أحمد رضي الله عنه الذي قرأ فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. جماعتنا أيها الأحباب لها فكر، لها منهاج مكتوب منذ أكثر من 20 سنة، ثم المنهاج النبوي تربية وتنظيما وزحفا، فيه مبادئ التربية وأولوية التربية وماذا نعني بالتربية، إن فشل من فشل وتساقط من تساقط
وخاف من خاف وأدبر من أدبر، ذلك لأنه لم يعطي للتربية ما تستحقه من اهتمام وعناية. التربية أن نسعى خفافا واثقالا إلى لقاء الله عز وجل وهو عنا راضي، أن نستبق ونتسابق ونسارع ونتسارع إلى مقامات الإحسان. هذا أمر غائب عن كثير من الناس. الدين التدين كلمة عامة، كلنا مسلمون حتى الأحزاب العلمانية، ويعلم الله ما وراء كلمة العلمانية من نفاق، أو يعلم الله. لا نريد أن نحبط أعمال الناس ولا أن ننبش في ماضي الناس وحاضر الناس. الناس كلهم مسلمون، فالحاجة إلى التميز ودعوة الناس إلى الإسلام. ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن هنالك إسلاما أعرابيا ظاهريا يختلط فيه الصالحون والطالحون وأنصاف الصالحين وأربع الطالحين، إسلام أعرابي. وأخبر الله صلى الله عليه وسلم أن الإيمان يخلق أنا يبلى في قلب أحدكم، فجددوا إيمانكم، وجدد إيماننا، وادعوا الناس إلى فهم دينهم وتجديد إيمانهم. الناس في المغرب وخارج المغرب، سواء كانوا أقليات غير إسلامية أو مسلمة، الناس يجهلون دينهم. الدين ما هو؟ الخضوع لله عز وجل. الإسلام ما هو؟ ليس الإسلام شيئا خارجا عني، الإسلام فعل مصدر لأسلم يسلم إسلاما، أن تسلم وجهك لله، أن تكون له عبدا يرضى عنك. الله عز وجل عزيز ذو انتقام لمن لم يؤمن به. الله عز وجل كريم ملك وهاب لطيف حنان منان لمن آمن به. لذلك من هذا الإيمان يخلق في قلوب الناس، نحن نبدأ بأنفسنا، كيف نجدد هذا الإيمان؟ بعض الناس ويعذرون يقرؤون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجدون في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، ويبقى الغموض مكتنفا بهذه من يجدد لها دينها. فمنذ قرون فهم الناس من يجدد هذه المن إنه رجل، آخرون فهموها أنها طائفة من العلماء، لكن رأى على الأمر على عمومه، من يجدد لها دينها أنا وأنت 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 وأنتن، كلنا نجدد دينها ونجدد الأمة دينها. بماذا؟ نبدأ بأنفسنا، نبدأ بأنفسنا. فتربيتنا تربية قلوب، تربية أفكار، تربية عمل. وأربط هذا بالنظر جلستنا هذه إلى حديث نبوي نستخلص منه العبارة والدروس. روي سيدتنا درة بنت أبي لهب، درة بنت أبي لهب، درة رمز صفاء قيمة، أبو لهب رمز للعدوان الكبير على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين. كان أبو لهب
اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان يبلغ رسالة ربه في محافل العرب وأسواقهم فيقول هذا ابن أخي لا تستمعوا لي هذا كذاب، وما أوصله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أذى هذا نقرأه في السيرة النبوية. هذه درة أسلمت وكانت من الصحابيات الجليلات وكانت تغشى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها أنت مني وأنا منك. الدرس الأول جاهلية يرمز إليها أبو لهب، خرج من صلب أبي لهب درة هي من الرسول صلى الله عليه وسلم وهو منها. نحن معشر الإخوان في زماننا نعيش فتنة، الجاهلية خارج الأسوار، الجاهلية خارج الأسوار، والأمة في فتنة، والفتنة في التعريف القرآني السني هي عندما يختلط الحق بالباطل، والعنف بالرق، والجهل بالعلم. أمة في فتنة خارج الأمة كجاهلية، وفي الأمة بعض خصال الجاهلية وأطباع الجاهلية. كيف نتخلص مما فينا من فتنة؟ برفق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا درة، أتحدث هنا برمزية يفهمها عني إخواني. يا درة، يا أيها الإيمان مكنون في ضمائر الأمة، كيف تخرج من هذا الغبش، هذا الظلام الفتنوي، تصفو لك الحياة الدنيا والسعادة الأخروية؟ كيف تصبح هذه الدرة من هو إليه صلى الله عليه وسلم؟ قالت سيدتنا درة تحكي وطول الحديث، قام رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر فقال يا رسول الله أي الناس خير؟ الناس خير. درس ثاني أن مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مفتوحا وقلبه كان مفتوحا للسائل عربيا كان أو صحابيا. الدرس من هذا نفتح قلوبنا ومجالسنا للناس كي نسمعهم كلمة الله، وللإنسان لنبشره بأن الموت ليس حكما بالإعدام الأبدي لكنه بداية حياة، حياة سعادة أبدية. يفتح هذه السعادة الأبدية سهل ميسر، إيمان بالله ورسوله واتباع ما جاء به واليقين بما جاء به. يا رسول الله أي الناس خير؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأهم، خير الناس أقرأهم. هذا خطاب بالعقل لكسب العلم تعلم. أقرأهم في زماننا نقرأ ماذا؟ ماذا نقرأ؟ يقرأ الناس كل شيء. كلما حبرته أقلام الكتبة وكلما نبشته أفكار الباحثين في ما خلفه وما أثله وما ركبه رحمه الله سيد القطب ركام الثقافة العالمية، لكن قل من يقرأ القرآن. لا يقرأ الناس القرآن، وإن قرأوه فإنه لا يحسن فهمه لأنه لا يحسن اللغة العربية ولا يريدون أن يتعلموها ويكتفون بعربية جرائد، مع احترامي لأصحاب الجرائد. خير الناس أقرأهم.
أكثرهم قراءة للقرآن الكريم في ذلك الزمان وفي كل زمان، ففيه الهدى وفيه الصلاح. قال صلى الله عليه وسلم: وأتقاهم. والتقوى ها هنا، وهنا خطاب لتصفية القلب وتزكية النفس وإعدادها لمناجاة الله عز وجل في الصلاة في مجالس الذكر والعلم. قال صلى الله عليه وسلم: وآمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر. آمرهم وزن أفعل، لما نحن قلنا وصف قلنا فاتفضل، يعني أكثرهم أمرا بالمعروف وأكثرهم نهيا عن المنكر. كيف نأمر بالمعروف وكيف ننهى عن المنكر في عصرنا؟ الدرس الاستفزاز على أشده، والأمة مظلومة وظلامتها يعرفها الخاص والعام، واليهود يعيثون في الأرض فسادا وفي فلسطين، وإخوانهم يمدونهم في الغي وهم لا يقصرون. فكيف نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر؟ داخل أقطارنا هذه الأقفاص التي سجننا فيها أنفسنا وتاريخ العض والجبر من قرون طويلة، والتي حبسنا فيها أنفسنا عرضا، والتي حبسنا فيها أعداؤنا إلى ما خططوا فقالوا: هذه تونس وهذه مصر وهذه الجزائر وهذه المغرب وهذه ليبيا وهذه سوريا وهذه العراق، لكي لا يتعرف الناس ولكي لا يتحاب الناس ولكي لا تستند الأمة هويتها الكاملة. أمة واحدة. كيف نأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ظروف كهذه؟ العنف لا يأتي بخير، هذا قول رسول الناس. ما دخل العنف شيئا إلا شانه، ولا كان الرفق في شيء أو كما قال صلى الله عليه وسلم إلا زانه. فنحن ننشد الزين فنريد الشين لأنفسنا ولا لأمتنا. داخل أقطارنا هذه القفصية هذه الأقفاص وخارجها، الرفق جاء في آخر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس أقرأهم علم وأتقاهم صفاء القلب، وآمرهم بالمعروف وأنهم عن المنكر عمل وسعي في الأرض. لكن الخصلة الأخيرة تلقي الضوء والنور النبوي على ما سبق وما كان من وصايا. قال: وأوصلهم للرحم. الأمر بالمعروف شدة، النهي عن المنكر شدة، والأمة ينبغي أن لا تستكين أمام الظالمين، لا ترضى بالظلم ولا تنخذل أمام الظالمين. هذا ظهار الأمر. وبطنه ما هو؟ صلة الرحم. نحن أمة تعتز بدينها وإسلامها وبأنها مبلغة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وواردة لنور النبوة ورسالة النبوة وقرآن الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعتز بذلك ولا نلين ولا نرضى بالدنية في ديننا. هذا ظهار، وبه نواجه العدو. لكن البطان صلة الرحم مع المسلمين مع المؤمنين مع الناس أجمعين ومع الإنسان، نبلغه أن الإسلام رحمة، نبشره بأن الداروينية التي تنبئ الإنسان تخبر الإنسان
إنسان ما قبل القرن العشرين وإنسان القرن العشرين الذي ينشغل في هذه الأيام بالاستنساخ البشر. الاستكبار في الأرض وجاهلية، فرأيتم ما تمنون تخلقون وما خلق، ولا أريد أن أعلق على آخر خبر بثاني مولود مزعوم أصله وفصله، أترك هذا لي عبادي. بطال دعوتي بشارة الإنسان أن ما نظره وأدلجه صح التعبير ماركس من مذهب الصراعية، من طبقات الصراعية بين شعوب، وما تطبقه الرأسمالية التي كانت عدو للشيوعية ثم اندحرت الشيوعية وماتت، فهي تطبق الصراعية بشكل أفظع. أيها المستضعفون في الأرض، لا تقنطوا من رحمة الله. الإسلام آت وعد من الله عز وجل حق، ولا ينصرنا الله من ينصره، ثم تكون خلافة على النجوم. منذ سنوات، 9 سنوات أو 8 سنوات، كنت نشرت كتابا عنوانه الشورى والديمقراطية، الشورى والديمقراطية. إن تنظيم الشؤون العامة للمجتمعات البشرية لا يكون بديلا له إلا الفوضى، هي الفوضى. ولا يمكن لأمة من الأمم مسلمة وغير مسلمة أن تعيش في الفوضى. فهي أمامنا ديمقراطية جاهزة ملونة بلون قطريين قوميين إلى آخره، لكن نريدها ديمقراطية. هذه في المغرب ديمقراطية حسنية، والآن ديمقراطية محمدية، وغدا إذا كان فلان ديمقراطية سينية إكس. فإذن هذه الديمقراطية التي نحتضنها بأيدينا ونقبلها، ما موقعها من إعراب الإسلام؟ هل يقبلها الإسلام أو لا يقبلها؟ تعبير نستعمله لكي أوضح موقفنا. إن لهذه الديمقراطية ضجيعة منكرة شوهاء عدو وهي اللايكية. لا يمكن في عرف السياسة العالمية أن تكون ديمقراطيا إلا إذا تبنيت مع الديمقراطية وضمن الديمقراطية وروحا للديمقراطية اللايكية. اللايكية أن تحكم بما يحكم به الغرب الديمقراطي، وأن لا تخرج عن قوانينه. فنحن نقول مرحبا بالديمقراطية إذا كانت أسلوبا لنظام الحكم، على شرط أن لا نتنصل ونتنسل من ديننا. الشعب يختار، نعم، بشفافية ومصداقية، نعم، كلمات تلوكها دعايات رسمية في المغرب وخارج المغرب. آخر انتخابات في المغرب قالوا شفافية ومصداقية، نعم، لا يكون تزوير ولا شيء ضمائر ولا بيع ولا. فهات ما عندك أيها الديمقراطي اليساري، وأيها الديمقراطي اليميني، وأيها الديمقراطي الوسط، وأيها الديمقراطي الذي خلفه الركب، وأيها الديمقراطي الذي لا يزال متشبثا بالأذيال. هات ما عندك، نخاطب الأمة بحرية
ونحن مستعدون غدا وبعد غد إن رفضنا الشعب بالأغلبية مطلقة 51 على كل حال 51 على كل حال 51 من المصوتين قالوا لا نريد حكمكم. السلام عليكم ورحمة الله، ننتظر ثم نعمل وننتظر فرصتنا لمرة أخرى. هؤلاء الذين يقولون إنما تفعلون ذلك لكي تتمكنوا من ناصية الحكم ثم تقصون غيركم، شعارهم لا ديمقراطية لأعداء الديمقراطية. نحن أعداء للايك يعني الكفر. الديمقراطية مرحبا بها إن كانت فيصلا وسيلة وآليات ومؤسسة تنظير الحكم. ندعو الناس إلى ميثاق إسلامي يدلي كل بما عنده على وضح النهار بوضوح، هذا الوضوح يطلب توضيحا لشعب مغربي أغلبيته تنخر في أحشائهم الأمية البلدية والأمية الدينية والأمية السياسية. فلذلك في مواسم انتخابات تقوم هنالك أسواق نخاسة تشترى الأصوات قلب سكر بورقة بنكية بإثمان يبيع صوته عشرة آلاف فرنك. بدولار دولار واحد يبيع سلطة بأقل من دولار. فقر، الفقر، وكثير من الناس بحالتهم حالة العوز في الأمة ينتظرون بفارغ الصبر متى تقوم انتخابات. إنه سيجيء مساوم ويقول تصويتنا لهذا يعطيك ورقة، هذا يعطيك ورقتين، آخر يزيد. سوق نخاسة تباع في أصوات، معناها تباع في ذمة المسلمين. فإذا نقول مرحبا بالديمقراطية آلية ومؤسسة وسبيل إلى تنظيم الحكم لأنه هو البديل عن الفوضى، وكل يدلي برأسه ومهلا يعلم الناس. في وقتنا الحاضر لا مكنة لنا ولا وسائل لكي نتصل بالناس وتحكمنا ببيتنا هذا. الجماعة الآن تعد بالآلاف المؤلفة بعشرات الآلاف، ووافدنا في هذا المجلس في مجالس الأحد ينتظر بعضهم زمنا طويلا شهورا طويلة مروا سنوات لكي يجيه دور لكي يحضر لهذا المجلس، ذلك لكثرة جموعنا والحمد لله ولقلة وسائلنا. بيت ضيق وقلوب مفتوحة بالمحبة للمسلمين أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.